بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الذكرى العطرة ذكرى ولادة النور، وأي نور؟ نور المصطفى صلى الله عليه وآله. نقدم أجمل التهاني مشفوعة بالمحبة والمودة الصادقة بإطلالة هذا النور وإشراق هذا النور على العالم. حقيقة هذه الانطلاقة، انطلاقة النور المبارك، هي انطلاقة التوحيد، هي رسالة التوحيد. فهذه الانطلاقة المباركة أرادت أن تعزز وتؤصل وتجذر هذه المفردة في قلوبنا، ألا وهي التوحيد. فمن هذه الانطلاقة ومن هذه الرسالة لابد لنا أن نفهم هذه الولادة. فالعالم الإسلامي بين انطلاقة النور في 12 من ربيع الأول وبين 17 من ربيع الأول، وهذا الاختلاف لعله يؤدي إلى ضرب هذه المفردة المهمة، ألا وهي التوحيد. فهذا النور جاء لوحدنا، هذا النور جاء ليزرع بذرة المحبة والألفة في قلوبنا، في قلب الإنسان بما هو إنسان. فلذلك التمسك بأحد الرأيين على مستوى الأول أو على المستوى الثاني فلعله أحدث بعض الشرخ أو الفرقة بين أبناء الشريعة الواحدة. فهنا سيحدث اختلاف، هل هو ولد في 12 أم في 17؟ فبذلك قد ابتعدنا عن هذه الرسالة، ابتعدنا عن أصل هذه الرسالة، ألا وهي التوحيد. فلذلك انبرى عالم وعبد صالح لإعادة هذه الرسالة إلى مضمونها، إلى فحواها، وهو السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله عليه. فقال: ليكن الاحتفال بالمولد النبوي، ليكن الاحتفال بالنور المحمدي من اليوم 12 إلى اليوم 17، وأطلق على هذا الأسبوع أسبوع الوحدة الإسلامية. حقيقة هذه الدعوة وهذه الرسالة من هذا السيد الجليل أعادت إلى هذا النور المبارك رسالته القرآنية، رسالته الإلهية، ألا وهي التوحيد. والتوحيد هو أصل من الأصول، والتوحيد هو الجامع المشترك للمسلمين، بل للإنسان بما هو إنسان. فعلينا نحن المحبون العاشقون لنور رسول الله صلى الله عليه وآله أن نفعل هذا الأسبوع المبارك، أن نفعل هذا الأسبوع التوحيدي الوحدوي، هذا الأسبوع يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله نتدارس فيه ونتباحث فيه ونستذكر فيه السيرة العطرة المباركة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وندرس هذه السيرة على كافة الأصعدة، على الصعيد السياسي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الأخلاقي، على الصعيد الاقتصادي، وهكذا على كافة الأصعدة. فهذه السيرة مليئة بالعبر، مليئة بالمواعظ، مليئة بالبرامج التعليمية والتربوية التي لا غنى عنها باعتبار المجتمع الإسلامي، لا بل اعتبار المجتمع الإنساني. فكلنا بحاجة إلى أن نغترف من هذا النبع الصافي، من هذا الماء المبارك، هذا الماء الذي عبر عنه القرآن الكريم بالكوثر:
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فالكوثر في بعض التفاسير هو المنهج الذي جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هو الشريعة التي جاء بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. والله سبحانه وتعالى أعطى هذا الماء الطيب، هذا الماء النقي، هذا الماء الذي يحمل بين جنباته هذه الرسالة، رسالة الرحمة، رسالة النور، رسالة المحبة، رسالة المودة إلى الإنسانية جمعاء. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة، يقول إن هذا العطاء عطاء مستمر، وأن هذا العطاء عطاء متكامل وكامل. والمعيب على رسول الله طريقته، المعيب على رسول الله منهجه ورسالته، هو الأبتر، هو المقطوع والديمومية والاستمرار لرسول الله ولنهج رسول الله ولنور رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه المباركة وبهذه الانطلاقة وبهذا النور أن يملأ الله سبحانه وتعالى قلوبنا نور رسول الله وآل بيت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، وأن يجمع الأمة على هذا النور المبارك، وأن يجذر هذا النور في قلوبنا التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.